إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في المدينة الجامعية بالشارقة. وصل موكب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حيث استهل سموه زيارته وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري للمركز إذانا من سموه بافتتاحه رسميا أمام الجمهور بالسلام على الشيوخ وكبار المسؤولين الذين اصطفوا للترحيب بسموه. ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة للاطلاع على مرافق الأيقونة الفلكية التي أطلقتها الشارقة للعالم، بادئا سموه جولته من القبة الفلكية التي شهدت عرض فيلم يسرد مراحل وخطوات تأسيس مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وجاءت بتوجيهات ودعم من صاحب السمو حاكم الشارقة الذي رسم تصورا لشكل ومحتوى المركز الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. هذا وأطلق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل الافتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وشاهد سموه والحضور بعد ذلك فيلم دين القيمة من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو فيلم وثائقي عالمي لقصة خلق الكون بداية من الانفجار الكبير ومن خلال الاستعانة بالآيات القرآنية الكريمة. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بعدها انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتفقد باقي مرافق مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حيث شاهد سموه ما يتضمنه المركز من معارض فلكية وفضائية وفيزيائية تعليمية عدة لمختلف الفئات العمرية، مستمعا سموه إلى شرح من القائمين عليها. كما زار سموه مرصد الشارقة الفلكي الذي يعد مرصدا بصريا لرصد المجرات والنجوم والكواكب حتى 10 سنوات ضوئية، ورصد الشمس والقمر مع أجهزة فلكية متطورة ذات دقة عالية جدا. وتفقد سموه الحديقة الفلكية التي تمثل مدارات المجموعة الشمسية في الباحة الخارجية للمركز. وفي ختام حفل الافتتاح كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجهات المنفذة والداعمة في إنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والتي ساهمت في جعله مركزا مميزا بتصميمه ومرافقه ومحتوياته.